بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أم الشهيد عبد الله حسين العجوز. عبد الله حسين كان يحب شيء اسمه ثورة، يحب يمشي على منهج أهل البيت سلام الله عليه، ودائما يقول يا ليتنا كنا معهم فنفوز والله بالجنان فوزا عظيما. إذا إحنا نقول له عبد الله تراجع عن هذا الشيء، يقول لا، أنا أحب أمشي على منهج أهل البيت سلام الله عليهم، أنا شيعي فلازم أمشي على هذا الشيء، أنا ما أرضي بالضل. بس دائما يقول ما أدعي لي وخلاص. أقول له الله وياك، إذا أنت حاب هذا الطريق خلاص. تم عبد الله يعني في هذه الفعاليات إلى الأدوار، غاب عن البيت شهرين تقريبا. قبل الشهرين، احنا هذا الشهرين كنا ما ندري بيبو في وين كان، بس عقب الشهرين رجع يعني تم يكمل مشواره. يعني يقول لي انا ما اقدر اقعد. بقول ليش ما كلمه واحده، انا يا معتقل يا شهيد يا النصر، ما أرضى بأشياء ثانية، يعني لازم أنا أدافع عن أرضي ولدي ودين. قبل اعتقاله بأسبوع جاء يقول ما قلت له نعم، يقول لي ما أنا الحين بيعتقلوني. متى؟ قال ما أدري، قريب أنا بعد بيعتقلوني، أنا أحس. حتى أنا قلت له وجع قلبي ولدي لا تقول لي كذي، قال لا كذي. فعلا ما طال أسبوع وتم اعتقاله. يعني أم تشوف ولدها يشيلونه قدام عيونها ما تقدر. الأم يعني عاطفتها الحنان ما تقدر. حتى أتذكر كلمة قلتها لواحد أبي أسلم عليه، قال لي لا ما في سلم، رجعي داخل. رجع فوت أمري إلى الله. وتم فترة يعني ما ندري. عقب الفترة هذه تكلم وودى حوض الجاف، رحنا أخذنا له زيارة وشفنا يعني آثار التعذيب واضحة كانت. بس هو ما يحب يقول إن أنا سووا فيه هذا الشيء. حتى كان يوم يجي يعقل على رجوله يقول له وش فيه، قال لي أنا لاعب كورة. وهو مو كان لاعب كورة. بعد فترة يعني عرفت إنه القدمين سكربوها، وكل يقول لي ما صير انت قوية. اقول لي انا قوية بس اخذ القوة دائما من عندك. يقول لي لا انا اخذها من عندك انت، اذا شفتي صابرة انا اصبر. يعني واثار تعذيب يعني على جسمه، يعني كل شيء فيه، يعني يعني ما ادري وش سووا فيه بالضبط، بس هو ما قال يعني كل شيء. تهديدات، تهديد بالاغتصاب، يعني حاولوا يا هذا الاسلوب. والحكم عليه 3 سنوات، نقلوا جو. رحنا لزيارة بعد هناك، بعدين جت احكامه وصلت 35 سنة. ضربة جو اللي هي صارت هناك هو من ضمنهم، اتهم فيه محرم. يعني كل ما أروح له زيارة يقول لنا ما إليه زيارة. يعني تمنى ولا اتصال، ما يتصل ولا يقول أي شيء. بعدين سمعنا إنهم صافعين، وبعدين تم نقلهم إلى حوض الجاف في المبنى الجديد مع المحكومين. وقمنا نروح له هناك ونشوفه. قال لي إنه يوم ضرب الجو هو تأدت عيون، وهو من ضمنهم، من ضمن الشباب اللي انحكم عليهم 15 سنة، وصلت أحكامه 49 سنة. عقب فترة يعني إحنا كنا نروح له زيارات وكذي، بس هو عنده كلمة واحدة دائما يقولها، أما طلبي لي. قلت له إن شاء الله كلكم بتطلبون. حق أبوك سوي لك الشقة. قال أنا ما أم بشقة، أنا أم بقصر في الجنة. قلت له إن شاء الله بيعطيكم قصر ربكم.
على هالصبر اللي تشوفونه داخل السجون لازم ربكم بيعوضكم في النهاية. اللي يقول لا أنا ما أبغاش بس دائما تدعين لي إن أكون من أنصار الحج، يعني أنت تبي تصير وأنت داخل ما أنا قلت ليش أبي أصير دائما أنصار الحج، دائما يلح على هذه الكلمة يقول لي الحج سلام الله عليه ينبي أنصار، أنا أحب أكون من أنصار، أنا ماشي على منهج الحسين لازم أكون من أنصار الحج سلام الله عليه. بعد في شعبان جانا خبر انهم شردوا من السجن، احنا ما كنا ندري انهم وياهم اليوم فاني سمعنا الخبر انهم كانوا وياهم حطوا صورهم بالتلفزيون يعني. بس وتم يعني ما ندري بفوين كان نصبي، بس انا كنت دائما احس بطمأنانية، واي واحد يسألني اقول لها عن صاحب العصر والزمان، أنا مأمنة إن الله وصاحب الزمان من إيدي إلى إيد أهل البيت سلام الله عليهم، يعني يقيني حطيت عليهم، يعني هجم على البيت وصار واقعة نفس الشيء اللي صارت لمسلم. عبد الله رجعها إن تنكل بالضرب رصاص كل شيء آخر شيء ينفلت مثل مسلم ابن عقيل. ولا تحسبون الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم، والصلاة والسلام على محمد وأشرف الأنبياء والمرسلين.